رئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماس يجري اليوم الثلاثاء بالرباط مباحثات مع نائب رئيس جمهورية الهند السيد محمد حامد الأنصاري. تمت خلالها الدعوة إلى الاستثمار الأمثل لكل الفرص المتاحة للبلدين من أجل تقوية وتوطيد العلاقات المغربية الهندية، وكذا مواجهة التحديات المشتركة وبناء أفق متجدد. كان يظهر من خلال المحادثات أن هناك قناعة لتبلورات أكثر من أي وقت مضى بأن المغرب والهند مقبلان على توفير شروط ومقومات إقامة شراكة استراتيجية نموذجية بين البلدين، شراكة لتتجه ليس فقط إلى تقوية العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى متقدم، ولكن شراكة تشتغل على استثمار الفرص وهي كثيرة التي يتيحها التموقع الجيوستراتيجي للبلدين من أجل مستقبل أفضل للشعبين وللعالم. وجدير بالذكر أن نائب رئيس الجمهورية الهندية محمد حامد الأنصاري يقوم حاليا على رأس وفد مهم يضم أعضاء من الحكومة والبرلمان الهنديين بزيارة رسمية للمغرب تمتد إلى غاية فاتح يونيو المقبل.